دمشق بلد الياسمين، عطر متعدد الروائح ابتكره شاب سوري من مدينة دمشق يدعى أنس عباس. العطر الفريد من نوعه، تتغير رائحته لرائحة أخرى مختلفة كل بضعة دقائق. أنا حبيته لأنه هو يعني بحسه أنا لغة، يعني مو مثل كل باقي اللغات، يعني العطر هيك بشرحه، هيك بتصوره بصراحة، يعني منه ما هو تمتمة ومنه ما هو صلاة. فالعطر يعني اليوم يعني عم يترك عندي بصراحة أثر، يعني اليوم بشم ريحة عطر حدا ضل عالقة بذاكرتي بصراحة. فخليت نسبة الياسمين 20%، وباقي الروائح شي 5% وشي 10، يعني مثل الكوكونات كانت 5%، مثل العود كان 12%. كونت هالنسب بطريقة تتناسب مع العطر هاد، بحيث يصير يلامس قلوبنا وشغاف قلوبنا، حتى يطلع العطر حلو وبنفس الوقت يعطينا مرة ياسمين ويرجع للنسبة الأكبر من بعد الياسمين اللي هي كانت الفانيل. أول مرة جبت العطر من عند أنس كان دمشق بلد الياسمين، هو فكرته جديدة على البلد، فشموه الناس على رفيقتي وقت جبت لها، صاروا يسألوا انه شو هالريحة الجارحة، كل مرة بتطلع ريحة الشكل، كل مرة عم تشم ريحة عليك الشكل.